الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم إرهابي على قواته جنوب العاصمة طرابلس. البرهان يتلقى رسالة من رئيس دولة جنوب السودان بشأن المفاوضات مع الجماعات المسلحة. وقوات الأمن الإيطالية تعتقل 10 أشخاص للاشتباه بتورطهم في تمويلهم أنشطة إرهابية. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلي همام مجاهد. همام، تحياتي لك. شكرا جزيلا لك آية، وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. ونبدأ هذه النشرة بتطورات الملف الليبي. كل الليبيين شرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب. أعلنت عمليات غرفة عمليات الكرامة صد هجوم إرهابي على قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة السبيعة جنوبي العاصمة طرابلس، فيما أعلنت شعبة الإعلام الحربي قيام الوحدات العسكرية بالجيش الليبي بنصب عدة كمائن محكمة للجماعات الإرهابية في محاور طرابلس وتدمير آلياتهم ومصادرة أسلحتهم، كما قامت بأسر عدد من أفراد هذه المجموعات. أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي أن معركة القوات المسلحة الليبية ضد الإرهاب وليست لأسباب اقتصادية أو سياسية. وخلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإماراتية أبوظبي، قال المسماري أن الجيش الليبي كبد المجموعات الإرهابية المسلحة في العاصمة طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ومشيرا إلى أن الحرب الشاملة التي تشنها وحدات الجيش على الإرهاب أعلنت من مختلف المدن الليبية بتفويض شعبي. للمزيد والاقتراب أكثر من الشأن الليبي ينضم إلينا هاتفيا معكم الآن مشاهدينا المستشار رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومية. سيادة المستشار، بعد التحية، يعني أريد أن أركز معك على هذا التأكيد من اللواء أحمد المسماري بأن هذه الحرب التي تخوضها ليبيا هي حرب على الإرهاب وليست لتحقيق بعض الأطماع الاقتصادية أو السياسية. نعم أختي الكريمة، اللواء المسماري موجود الآن في الإمارات العربية المتحدة، قام بعقد عدة لقاءات صحفية وتصريحات إعلامية، بدأها في قناة سكاي نيوز ثم قناة العربية الحدث ثم لقاء مطول وندوة صحفية كبيرة جدا مع أكبر الصحف الإماراتية صحيفة الاتحاد، وانتهى اليوم بهذا المؤتمر الصحفي. نحن قلنا من البداية، منذ انطلاق عملية الكرامة، منذ انطلاق ملحمة الكرامة أختي الكريمة في 16 مايو 2014، قلنا أن هدف هذه العملية هو هدف عسكري أمني بحت، استعادة الدولة من الإجرام والإرهاب. أختي الكريمة، نحن في ليبيا ووفق مؤشرات محلية وإقليمية ودولية تعرفها جيدا الجارة الشقيقة الكبرى مصر، نحن لا نعاني من أزمة سياسية، نحن نعاني من إجرام مع إرهاب مع قطاع طرق مع ميليشيات مع 30 مليون قطعة سلاح منتشرة بأيدي خريجين سجون ومجرمين انتهكوا دماء الليبيين وأعراض الليبيين. وبالتالي من البداية قلنا لا يقحم أحد المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، المؤسسة العسكرية لها دور هو حماية الأمن القومي الليبي بمفهومه الشامل. حاولوا مرارا
اقحام المشير خالد حفتر في لقاءات سياسيه، ولكنه كان مصر ان اي حل سياسي لن يتاتى الا بعد الحسم العسكري. الحسم العسكري اختي الكريمه ليس المقصود به حكم عسكري، ليس المقصود به حكم دكتاتوري، المقصود بالحسم العسكري كما صرح المسماري مؤخرا فرض الامن بالقوه. ربنا يا اختي الكريمه. طيب إذا تحدثنا بأن هذا المؤتمر الصحفي يأتي من مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية، هل له دلالة برأيك؟ نعم أختي الكريمة، وهذا ما كنت أقصده في بداية حديثي عندما قلت لك أن اللواء المسماري بتعليمات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة الليبية لأن قربت عملية اقتحام طرابلس بعد السفر تم تحديدها من قبل القيادة العامة، يجب إظهار الزخم الإعلامي والدعم اللوجستي لهذه العملية. ولهذا السبب اللواء المسماري كان في القاهرة، قام بعمل لوجستي على أعلى مستوى، والآن يتحرك من أبو ظبي. ولا ننسى أن اللواء المسماري أشاد وبكل مصداقية وتواضع ورد المعروف لأهله أشاد بموقف مصر الأزمة الليبية، الموقف في المحافل الإقليمية والدولية، وأكد أن مصر تملك أفكار رائعة في توحيد المؤسسة العسكرية والسياسية. وبالتالي أختي الكريمة عبر منبر إكسترا نيوز التي نتشرف فيه جميعا نقول أن القوات المسلحة عبر تصريحات القائد العام المشير خالد حفتر واللواء سحبان واللواء الغزوي والناطق الرسمي كلهم يؤكدون على نقطة واحدة، هي لا حل دبلوماسي، لا حل سياسي، لا تفاوض، لا رجوع عن الحسم العسكري. من يريد الحل السياسي والانتخابات فليتحدث عنها بعد انهاء حاله الفوضى وانهاء حاله الميليشيات. إذن يعني كما فهمت من حديثك الآن سيادة المستشار بأن الخطوة التالية التي يجب أن تكون حاضرة ميدانيا في المشهد الليبي هو استكمال هذه الحرب ضد الإرهاب، وأيضا يعني ضرورة عودة الأمن من جديد إلى الأراضي الليبية ووقوف الدول العربية الكبرى بجوار ليبيا في تحقيق هذا الهدف، ثم بعد ذلك نتحدث عن الخطوة السياسية، أليس كذلك؟ نعم، وهذا ما أكده الرئيس الامريكي دونالد ترامب باتصاله مع المشير خليفه حفتر. هذا الاتصال الذي اعلن عنه الوايت هاوس شخصيا وقال ان ترامب اتصل بالمشير 45 دقيقه اثنى على الحرب على الارهاب واثنى على حمايه المواقع العسكريه لمنابع النفط وتحدث عن رؤيه سياسيه ما بعد التحرير. ايضا الخارجيه المصريه قدمت مبادره تتحدث عن هذا الامر. ايضا الرئيس المشير الموقف عبد الفتاح السيسي تحدث امام السبع الكبار عن ضروره انهاء حاله الفوضى قبل الحديث عن حل سياسي. لا انسى اختي الكريمه ان احمد المسماري من ابو ظبي عمل لقاء موسع ومطول مع وكاله بلومبرج الامريكيه. اليوم تحديدا تم نشر هذا البيان. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار رمزي رميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومية، حدثتنا هاتفيا. المنطقة الغربية، ونحيي كل قبائل المنطقة الغربية الداعمة للقوات المسلحة، والسيد القائد العام بالأمس كان في استقبال لوفد كبير جدا من قبيلة أولاد سليمان وهي من أهم القبائل في منطقة الجنوب الغربي. حماية الناس، مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. السوداني تسلم رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تسلم رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سيلفا كير، أوضحت وكالة الأنباء السودانية أن الرسالة تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة. ونقلت الوكالة عن عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي أن وفد السودان المفاوض سيتوجه بعد غد الاثنين إلى العاصمة جوبا للبدء في المفاوضات.
دعا عضو المجلس السيادي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد. ودعا دقلو في مقابلة تلفزيونية الاستمرار لتلك العقوبات، ومؤكدا أن الخرطوم تتطلع لتطوير العلاقات مع واشنطن. هذا ورحبت الخرطوم بقرار الاتحاد الأفريقي برفع تجميد عضوية السودان في المنظمة الأفريقية، كما توجهت بالشكر والتقدير للاتحاد ورئيسه عبد الفتاح السيسي. بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بالإجماع خلال اجتماع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إنهاء تجميد عضوية السودان في المنظمة الأفريقية المفروض منذ يونيو الماضي، مشترطا حينها تسليم السلطة لحكومة مدنية. المجلس أكد أيضا التزامه بدعم جهود السودان في الإعمار والجهود الرامية لاستقطاب الدعم الدولي. بدوره أشاد القائم بأعمال سفارة السودان بأديس أبابا السفير أنس جيلاني بالدور الأفريقي في اتخاذ القرار، مؤكدا أن القارة السمراء قادرة على حل مشاكلها في إطار البيت الأفريقي. وفي الخرطوم رحبت الخارجية السودانية بالقرار، معربة عن شكرها وتقديرها للاتحاد الأفريقي ورئيسه عبد الفتاح السيسي ولجهود الوساطة الأفريقية، وأكدت التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية. حالة من الرضا تسود الأوساط السودانية عقب قرار تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الأفريقي، والذي يعيد السودان إلى الحضن الأفريقي. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن الانتهاء من توفير جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى داخل البلاد وخارجها خلال الفترة من 13 وحتى 15 من سبتمبر الجاري. وقالت الهيئة إنه سيتم خلال اليومين المقبلين البدء في عملية توزيع المواد الانتخابية على الهيئات الفرعية داخل تونس وشحنها عبر طرود دبلوماسية إلى 45 دولة. تشهد تونس ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام نقاشا كبيرا بين المرشحين 26 للرئاسة في مبادرة غير مسبوقة، وأجرى توزيع المرشحين 26 على 3 أمسيات على أن تستمر الأمسية الواحدة 2:30. وسيكون بين المرشحين المشاركين في المناظرة مساء اليوم مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق المهدي جمعة، إضافة إلى عبير موسى. وسيكون هناك كرسي فارغ للمرشح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن بتهم تتعلق بتبييض أمواله. من تونس إلى الجزائر، حيث اقترحت اللجنة القانونية لهيئة الحوار والوساطة في الجزائر إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع للترشح في الانتخابات الرئاسية. وفي اجتماع لها لدراسة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات، اقترحت اللجنة القانونية لهيئة الوساطة إقالة حكومة نور الدين بدوي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. للمزيد ينضم إلينا دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور، بعد التحية، إلى أي مدى ستساهم هذه الاقتراحات والتعديلات في تسهيل الخطوة الانتخابية بالمشهد الجزائري؟ نعم طبعا، بعد التحية لحضرتك والسادة المشاهدين، طبعا ما أتخيله الآن أن هي خطوات محمودة فيما يتعلق طبعا بتسريع إجراء الانتخابات الجزائرية، طبعا وصولا إلى تسمية الرئيس الجزائري. طبعا فيما يتعلق بالمواد القانونية، سواء فيما يتعلق بموضوع 600 صوت، أو فيما يتعلق بإقالة الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء الجزائري قبل إجراء الانتخابات، طبعا أرى أن الخطوة الأخيرة هذه ربما يتم تأجيلها قليلا، بمعنى أن إقالة الحكومة لحين طبعا انتخاب رئيس جزائري، أعتقد أنها خطوة ليست ربما في عجالة أو ليست مستعجلة، لكن هي الخطوة الأهم طبعا هي تدشين الخطوات الرئاسية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاشتراطات
طبعا انا كنت اتمنى ان يكون هذا طبعا منذ فتره، يعني نتحدث منذ ابريل عن الاشتراطات. اليوم لجنه الحوار ربما تنبثق عنها لجنه اخرى هي اللجنه القانونيه تتحدث في هذه المساله. اعتقد ان امد الانتخابات الجزائريه طبعا ربما كان يتحدث طبعا السيد قايد صالح انه يريد ان تكون في سبتمبر، طبعا هذا من ضرب الخيال يعني. وبالتالي فانا اتخيل ان ربما هذه الانتخابات يجب ان تكون في مثلا كحد ادنى في نهايه هذا العام، يعني نتحدث في ديسمبر او اول يناير على سبيل المثال، لكن الاشتراطات القانونيه يجب ان يتم تحديدها على سبيل المثال خلال هذا الاسبوع حتى تنتهي اللجنه القانونيه من اعمالها، ومن ثم تبدا في تلقي قبول الترشيحات فيما يتعلق بالانتخابات الجزائريه وفيما يتعلق بمن يستحق او من يقع عليه هذه الاشتراطات حتى يتم ترشيحه من قبل طبعا الاحزاب السياسيه في الجزائر. لكن عندما نتحدث ان هيئه الحوار، نعم هيئه الحوار قامت بدور فيما يتعلق بالاستماع الى وجهات النظر المختلفه، واللي ايضا ربما التباحث مع المجتمع المدني الجزائري حول الاشتراطات المحدده للانتخابات الجزائريه، اعتقد ان هذه اللجنه من الممكن عمليا انتهاء عملها الان، ومن ثم الانتقال الى مرحله جديده فيما يتعلق بالاشتراطات الانتخابات الجزائريه، ومن ثم يبدا الخطوات الفعليه بالفعل لانتخابات جزائريه سليمه حتى يتم تسميه الرئيس الجزائري المقبل. طيب دكتور محمد، يعني اريد ان اقف معك على هذه الجمله التي يعني عبرت بها في سياق حديثك الآن بأن إجراء هذه الانتخابات الجزائرية في هذا الشهر أو الشهر المقبل هو ضرب من الخيال. أي خطوات موجودة الآن على الساحة الجزائرية بخلاف ما ذكرتها في حديثك ربما تعرقل تحقيق هذه الخطوة؟ يعني شوفي يا سيادتي الفاضلة، فيما يتعلق بموضوع استحالة الانتخابات الجزائرية وأسبابه، أعتقد أنها أسباب كثيرة. لعل أول هذه الأسباب أننا إلى الآن لم نسمي الاشتراطات المحددة لمن يترشح للانتخابات الجزائرية. وعلى سبيل المثال، هل هذه الاشتراطات تنطبق طبقا للدستور الجزائري الحالي أم سيتم تعديل الدستور؟ وإذا كان سيتم تعديل الدستور أو ربما تدشين قانون الانتخابات، هل قانون الانتخابات الجديد سيتوافق مع الدستور؟ لأن من الممكن أن يحدث شيء ربما يعرقل المشهد الجزائري كله بعد أن يتم انتخاب الرئيس، أو حتى ربما تتم الخطوات الخاصة بالانتخابات الجزائرية، يأتي أحد القانونيين أو الحقوقيين ويعرقل الموضوع، بمعنى أن هذا القانون ربما غير دستوري ومن ثم يطعن في هذا القانون من جديد، وبالتالي تقع الدولة في إشكالية قانونية. لابد أن يكون قانون الانتخابات الجزائري متماشى مع الدستور الجزائري الحالي. هذه خطوة. الخطوة الأخرى، أعتقد أن الأحزاب إلى الآن ربما لم تقم حتى بتسمية مرشحيها فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية. هناك أحزاب سياسية ربما لم تعلن حتى الآن عن مرشحيها، هناك أخرى ربما حتى تقاطع هيئة الحوار، وبالتالي المشهد العام السياسي في الجزائر لا يوحي بأن هناك انتخابات رئاسية مقبلة ربما في عجالة. وبالتالي فأنا أتخيل أن ربما تهيئة الأجواء للانتخابات تكون أولا بانتهاء هيئة الحوار من عملها، ومن ثم إعلان السلطة الحاكمة في الجزائر أن هناك اشتراطات للانتخابات الرئاسية في الجزائر 1 2 3، وهذه الخطوات من ينطبق عليها هذه الخطوات من سواء من الأحزاب السياسية أو من القوى ربما السياسية الأخرى يقوم بترشح للانتخابات، ومن ثم تبدأ الخطوات الفعلية لإجراء انتخابات رئاسية في الجزائر محددة المواعيد. يعني اعتقد ان لو تم تحديد مواعيد على سبيل المثال نوفمبر او ديسمبر او ما الى ذلك، تكون هذه الامور واضحه حتى للشعب الجزائري، حتى يتمكن ربما من كل مرشح من عرض وجهه نظره وعرض برنامجه الرئاسي، ومن ثم يتم التوافق حول رئيس منتخب جديد للبلاد في الجزائر. نعم. دكتور محمد صادق اسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه والايضاحات. في العراق، أفادت مصادر أمنية بمقتل 3 أفراد من قوات الأمن ومدني في 3 هجمات منفصلة نفذها إرهابيون، وقتل ضابط بالجيش العراقي وجندي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل منزل شمالي غربي محافظة الموصل. وفي محافظة ديالى، قتل قناص ضابطا بالمخابرات في منطقة الوقف شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة، كما قتل مدني من جراء انفجار قنبلة داخل سيارته في منطقة غربي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.
اقترح رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البشمركة والحشد الشعبية. وأكد علاوي في تغريدة عبر تويتر على ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة العراق ومنع تعدد القوى العسكرية به، لما ذلك من تداعيات سلبية خطيرة. أفادت وسائل إعلام بتأجيل افتتاح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا والذي كان مقررا افتتاحه اليوم. ونقلت الوسائل عن قائم مقام قضاء القائم أحمد جديان قوله إن التأجيل سببه عدم اكتمال بعض الأعمال اللوجستية وعلى رأسها الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن تلك الأعمال سيتم الانتهاء منها قريبا. أعلنت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لهجوم إرهابي على أحد المواقع العسكرية في سهل الغابة بريف حماه الغربية. أوضحت الوكالة الرسمية أن الهجوم تم بواسطة 3 طائرات بدون طيار محملة بالقنابل، ومشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 2 طائرة وإسقاط 3 دون وقوع أي خسائر في صفوف القوات المسلحة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطنين 2 جراء عملية طعن في بلدة عزون بمدينة قلقلية شمال محافظة أو شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوسائل أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت في البلدة ومحيطها للبحث عن منفذ العملية. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. يأتي هذا فيما زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. أكد وزير شؤون الاستثمار والتكنولوجيا في لبنان عادل أفيوني قدرة الحكومة على تنفيذ ورقة بعبدة الاقتصادية، وهي الخطة الاقتصادية التي تم التوافق عليها في اجتماع رئاسي وما تضمنته من إصلاحات، مشيرا إلى البدء الفعلي في تنفيذ بعض نواحي الخطة وفي مقدمتها العمل على خفض عجز الموازنة والالتزام ببنود تخفيض الإنفاق الواردة بموازنة 2019 والعمل على حل أزمة قطاع الكهرباء. وشدد وزير الاستثمار اللبناني على أن توصيات الخطة الاقتصادية تكتسب أهمية في كونها قد حازت على أوسع تأييد سياسي في لبنان، أملا في ارتقاء الوعي السياسي إلى حد إدراك خطورة الوضع الراهن وعدم الدخول في مسار تعطيلي. كشف السفير الروسي في لبنان عن اتصالات تقودها بلاده لمنع مزيد من التصعيد بين لبنان وإسرائيل على خلفية الأحداث الأخيرة بين البلدين. وقال السفير إنه لا توجد معطيات موضوعية تشير إلى اشتعال حرب موسعة بين البلدين، ومشيدا بوحدة الموقف اللبناني تجاه هذه الأحداث، واعتبر أنه لا يجوز المس بصلاحيات القوات الدولية اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، وإنما الإبقاء عليها كما وردت في القرار 1701، ومشيرا إلى أن أي تغيير في مهامها وصلاحياتها سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ستؤثر على الاستقرار جنوب لبنان. تعقد غدا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة العادية 152 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء المقبل برئاسة العراق. ويبحث الاجتماع عددا من البنود وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، كما يناقش الاجتماع أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج. وصفت لندن قرار إيران تشغيل أجهزة طرد مركزية متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب أنه مخيب للغاية. يأتي هذا فيما كان ملف أمن الملاحة بالخليج موضع بحث بين وزيري دفاع فرنسا وأمريكا. ما كانت تهدد به إيران أصبح واقعا، وبدأت تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، وذلك تفعيلا للمرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى عام 2015. فبجانب قرارها برفع حدود البحث والتطوير في المجال النووي، بدأت إيران تشغيل 20 جهازا من نوع
IR-4 و20 جهازا آخر من نوع IR-6، بينما لا يسمح الاتفاق النووي لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول. أننا في طريقنا إلى تحقيق التخصيب الذي نريد إليه لم يكن لدينا أي نوع من المحدودية بعد اليوم. على الفور تمثل الرد الأمريكي على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو الذي وصف القرار الإيراني بأنه أمر مرفوض، مطالبا الشركاء الأوروبيين بإنهاء ما وصفه بالابتزاز النووي الإيراني. أمن الخليج ملف آخر محل جذب وشد بين الغرب وإيران، حيث أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي مارك إسبر في باريس، أكدت ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج. أكدنا على هدفنا المشترك بتعزيز الأمن في هذه المنطقة، وأكدنا على مبادرات تم اتخاذها من قبل الولايات المتحدة ومن قبل عدد من الدول الأوروبية من أجل تحسين وتعزيز وضع الأمن البحري ووضع الملاحة. اللقاء الأمريكي الفرنسي استبقته إيران بالإعلان عن توقيف سفينة في مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود واعتقال 12 شخصا على متنها من الجنسية الفلبينية. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 كانت متجهة إلى سوريا، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أشار بولتون إلى أن الناقلة الإيرانية كانت على بعد نحو ميلين بحريين فقط من ميناء طرطوس السورية. من جانب آخر أوضح بولتون أن رفع العقوبات الأمريكية على إيران مرهون بتوقف طهران عن نشر الإرهاب. حذر القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي القوى الأجنبية من أنها ستكون في وضع غير آمن في حالة إيجاد أي توتر وزعزعة للأمن في المنطقة. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن موسوي قوله إن المقاومة هي السبيل الوحيد لإخضاع الولايات المتحدة ومواجهة أطماعها، ومضيفا إن واشنطن باتت عاجزة نتيجة الهزائم المتكررة لها في المنطقة على حد قوله. اعتقلت قوات الأمن الإيطالية 10 أشخاص بينهم 8 من أصول تونسية، وذلك بعد إصدار مذكرات توقيف بحقهم للاشتباه في تمويلهم أنشطة إرهابية. وأقالت الشرطة الإيطالية في بيان لها أن المتهمين متورطين في إنشاء حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة تستخدم في تمويل أنشطة مرتبطة بتنظيم جبهة النصر الإرهابي في سوريا. تواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها إلى الصين لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الصينيين. يأتي هذا في وقت أكدت فيه ميركل أن بلادها مستعدة لمواصلة زيادة استثماراتها في الصين وتوسيع نطاق التعاون بين برلين وبكين. كما أبدت ميركل استعداد بلادها للعب دور بناء في تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين. قالت وسائل إعلام بريطانية إن مشرعين بريطانيين بينهم أعضاء طردوا قبل أيام من حزب المحافظين يستعدون لاتخاذ إجراء قانوني في حالة رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون محاولة تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس اللوردات البريطاني قانون تأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى جونسون إلى تمرير قانون في مجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة. هزيمة جديدة مني بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع تبني مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي مشروع قانون يهدف لمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. القانون الصادر من مجلس اللوردات ولم يتبقى إلى توقيع الملكة إليزابيث الثانية عليه ليدخل حيز التنفيذ، يجبر رئيس الوزراء البريطاني على طلب تأجيل بريكزيت من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 من أكتوبر المقبل. وفيما اتفقت أحزاب المعارضة في بريطانيا على رفض دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة قبيل قمة الاتحاد الأوروبي، وتخطط حكومته لإجراء تصويت ثاني في البرلمان الاثنين المقبل قبيل تعليق أعماله.
وذلك في محاولة منها لتمرير قرار إجراء الانتخابات. جونسون استبق جلسة الاثنين واتهم المشرعين بإحباط الديمقراطية عن طريق عرقلة دعوة لإجراء انتخابات جديدة، وزاد على الأمر بأنه لن يفكر في الاستقالة وسيذهب إلى بروكسل وسيتوصل لاتفاق وسيضمن خروج بلاده في الموعد المقرر. ومع تصاعد حدة الأزمة، رجح رئيس الوزراء الفنلندي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، رجح خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. أما رئيس البرلمان الأوروبي فقال إن الاتحاد مستعد لبريكزيت بلا صفقة، فيما يعقد مفاوضون بريطانيون وأوروبيون جولة ثانية من المحادثات الفنية في بروكسل، وذلك بهدف كسر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد. شهدت العاصمة البريطانية لندن مناوشات بين عدد من المتظاهرين ورجال الشرطة على خلفية تنظيم مسيرتين متنافستين في محيط مجلس العموم، إحداهما تعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأخرى تؤيد المغادرة. أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا إتمام عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا، وأضافت أن 35 شخصا من الجانب الروسي و35 شخصا من الجانب الأوكراني عبروا حدود بلديهما، معربة عن أملها بإغلاق القضايا الجنائية بحق مواطني روسيا وأوكرانيا في إطار هذه العملية. كما وصفت ما حدث اليوم بأنه صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في المجالين الإنساني والحقوقية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تبادل الأسرى الذي تم بين بلاده وروسيا هو الخطوة الأولى نحو تحسين العلاقات بين بلدينا. وأعلن زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إتمام عملية تبادل المعتقلين، ومشيرا إلى أن الخطوة هي المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع بوتين حول استئناف الحوار مع روسيا ووقف النزاع في دونباس، معربا عن أمله بإطلاق كل المعتقلين ومواصلة العمل في إطار مجموعة من السكة. من جانبها نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وأوكرانيا بتنفيذ عملية تبادل المعتقلين، وقال ترامب في تغريدة له على تويتر أن هذا الإجراء قد يكون خطوة ضخمة نحو إحلال السلام في العلاقات بين بلدينا. أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو استئناف المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. أوضح كادلو أنه من المقرر عقد اجتماع بين المفاوضين الصينيين والأمريكيين مطلع أكتوبر المقبل في العاصمة واشنطن، معتبرا أنه تطور إيجابي ومشيرا إلى أنه لا يمكنه التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة. ذكرت وسائل إعلام كوريا شمالية أن بيونغ يانغ عينت جنرالا متخصصا في المدفعية قائدا لجيشها. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن باك جونغ شون عين رئيسا لأركان الجيش الشعبي الكوري، وأوردت أن القرار أعلن خلال اجتماع شارك فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وسبق أن شغل باك جونغ شون منصب القائد الأعلى لسلاح المدفعية، وتثير ترقية احتمالات بعودة بيونغ يانغ إلى الاستثمار في تطوير أسلحة جديدة. قامت شرطة مدينة هونغ كونغ بتفتيش وسائل المواصلات العامة المتجهة لمطار المدينة بالتزامن مع موجة احتجاجات جديدة بالمدينة، وتهدف تلك الإجراءات إلى تجنب الفوضى التي سادت المشهد مطلع الأسبوع الماضي عندما أغلق المحتجون الطرق المؤدية للمطار وألقوا بحطام على السكة الحديدية للقطار وخربوا محطة لقطارات الأنفاق في منطقة تونغ تشونغ القريبة خلال اشتباكات مع الشرطة هناك. أعلن وزير الخارجية المكسيكي أن بلاده تمكنت من تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الولايات المتحدة بنسبة 56% منذ مايو 2019، مشيرا إلى أنه لا يتوقع تهديدات بتعريفات جمركية. ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية المكسيك الثلاثاء المقبل بواشنطن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو. وكانت واشنطن قد هددت بفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من المكسيك إذا لم توقف حكومتها وصول المهاجرين.
رفضت باكستان السماح لطائرة الرئيس الهندي بعبور مجالها الجوية، ويأتي هذا القرار على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبطة بمنطقة كشمير بين البلدين الجاريين المسلحين نوويا. ومن جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني محمود قريش إن القرار اتخذ نظرا لسلوك الهند، ومؤكدا أن الرئيس الهندي سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكن باكستان قررت عدم السماح له بذلك. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الجيش الباكستاني استهدف مواقع أمامية وقرى في قطاع بونش بولاية جامو وكشمير الهندية بأسلحة صغيرة وقذائف الهاون. وأضاف متحدث باسم الوزارة أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا من الجانب الهندي، مشيرا إلى أن جيش بلاده قام بالرد بقوة على القصف عبر خط المراقبة. اتهمت الهند جارتها باكستان بمحاولة تأجيج العنف في المنطقة، وقال مستشار الأمن القومي الهندي إن اتصالات لاسلكية تم اعتراضها ومعلومات استخباراتية قد كشفت أن نحو 230 شخص مستعدون للتسلل إلى داخل الأراضي الهندية عبر الشريط الحدودية، ومضيفا أن قوات الأمن الهندية قد نجحت في اعتقال بعض هؤلاء المسلحين. وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى باكستان في زيارة رسمية تشمل أيضا نيبال وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يبحث المسؤول الصيني مع المسؤولين الباكستانيين علاقات التعاون وعددا من قضايا المنطقة. قال مسؤولون بوزارتي الدفاع والداخلية الأفغانية إن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة وردوج الواقعة شمال شرقي البلاد بعدما كانت خاضعة تحت سيطرة حركة طالبان لخمس سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن طالبان تكبدت خسائر فادحة، ومشيرا إلى أن العمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 50 مسلح منتمي لحركة طالبان. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عدم عودته إلى طاولة المحادثات مع المعارضة قبل أن يغير زعيم المعارضة خوان غوايدو موقفه من منطقة إسكوبيو المتنازع عليها. وقال مادورو أنه كلف وزير الاتصالات أو وزير الاتصالات بصفته رئيس مجموعة المفاوضات بتوجيه اقتراح للمعارضة لكي تعبر بوضوح وبسرعة عن موقفها من هذه المنطقة، مشيرا إلى مغادرة طاولة المحادثات بسبب محاولات زعيم المعارضة بيع المنطقة. أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن استيائه من استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير شرعي في مدغشقر. وطلب البابا فرانسيس خلال زيارته الرسمية إلى مدغشقر ثاني محطته ضمن جولته الإفريقية التي تشمل موزمبيق وموريشيوس بتوفير فرص عمل للمواطنين وإيجاد سبل أخرى لتوفير الدخل حتى لا يرتكبوا أعمال تهريب الموارد النباتية والحيوانية والمعدنية للبلاد بشكل غير شرعي. ونشد بابا الفاتيكان الحكومة في مدغشقر محاربة الفساد المدمر للبيئة والذي يضع شعبها في فقر وحشية على حد وصفه. اختتمت فعاليات قمة دول منطقة الأمازون بأمريكا اللاتينية بشأن حرائق الغابات بمدينة ليتسيا الواقعة في كولومبيا، وذلك دون التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن حرائق غابات الأمازون. يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه البرازيل لانتقادات دولية متنامية بسبب عشرات الآلاف من حرائق الغابات التي التهمت حصتها البالغة 60% من غابات الأمازون هذا العام. أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 70,000 شخص على جزيرتي أباكو وباهاما الكبرى في جزر باهاماس يعيشون بلا مأوى جراء إعصار دوريان والذي ضرب المنطقة الأيام القليلة الماضية، فيما أعلن وزير الصحة في جزر الباهاماس ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار المدمر إلى 43 قتيل في الجزر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة. في 7 سبتمبر عام 1923 أنشئت منظمة الانتربول، وهي اختصار لكلمة الشرطة الجنائية الدولية، وتعتبر أكبر منظمة شرطة دولية. المزيد نتابعه في سياق العرض التالي.
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالطهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة المنيا. هذا وطلب مدبولي بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق الخاصة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لطرح المجمع الصناعي على المستثمرين الصناعيين. من جانب آخر، افتتح مدبولي مركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، ومشيدا بما يقدمه المركز من خدمات تسهم في اختصار الوقت للمستثمر. كما شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمنلوطة النموذجي بالمنيا في التوقيتات المحددة وصرف مستحقات المقاولين أولا بأول. تصريحات مدبولي جاءت خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، في مقدمتها مستشفى المنيا للتأمين الصحي ومحور كوبري سمنلوطة على النيل. وفي هذا الشأن أكد مدبولي أهمية مشروع المحور في إحداث التنمية والتخفيف عن المواطنين. أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي. وقالت الوزارة أن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية لتلك المشروعات، فضلا عن تضمنه نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات أيضا، كما يسمح لمجلس إدارة الجهاز بوضع قواعد منح أجال لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة للدولة لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لإحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لهذه المستحقات بما في ذلك مقابل التأخير. على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2,700,000,000 قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي. جاء ذلك في انفجراف نشره للمركز سلط من خلاله الضوء على الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو الماضي، والتي نستعرض أبرزها في سياق العرض التالي. تنظم المنظمة العالمية لخريج الأزهر فعاليات حفل إطلاق المبادرة الثقافية والتعليمية أوطان بلا إرهاب للطلاب الوافدين غدا. ومن المقرر أن تعقد أولى ندوات المبادرة بعد انتهاء حفل الإطلاق، ويحاضر بها حمد الله الصفطي مدير إدارة الشؤون العلمية والثقافية بالمنظمة. فقدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية الاتصال بمركبتها الفضائية شندريان 2 في انتكاسة لخطة الهند الطموحة للهبوط بمسبار غير مأهول على القمر. وكان الهدف من هذه المهمة إنزال مركبة وروبوت متنقل بالقرب من القطب الجنوبي للقمر على بعد نحو 384,000 كيلومتر عن الأرض، فضلا عن وضع مسبار في مدار القمر. وكانت ستصبح الهند رابعة دولة تحط مركبة من صنعها على سطح القمر بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين.
والأخبار الرياضة، تأهل محمد الشرباجي إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش، جاء ذلك عقب تغلب الشرباجي على شقيقه مروان الشرباجي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت نحو 64 دقيقة. بينما تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلي إلى الدور النهائي ببطولة الصين المفتوحة للإسكواش، وفازت الوليلي المصنفة الأولى عالميا للسيدات على مواطنتها المصرية هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت نحو 37 دقيقة. يواجه منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة نظيره الصينية في الجولة الثالثة من الدور الأول في بطولة العالم التي تستضيفها مصر. ونجحت لاعبات مصر أمس في الفوز على الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، يتصدرن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط في مباراتين ويقتربن من التأهل لدور 16. يواجه اليوم المنتخب الأولمبي نظيره السعودي وديا، وذلك ضمن برنامج إعداد الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة في الوقت نفسه لأولمبياد طوكيو 2020. يلتقي في 8 مساء غدا الأحد فريق الزمالك وبيراميدز على ملعب استاد برج العرب في إطار نهائي كأس مصر في النسخة 87، وذلك بحضور 20,000 مشجع. وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي الكأس بعد إقصاء الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة بهدف وحيد، بينما تغلب بيراميدز على فريق بتروجيت في الدور نفسه بثنائية نظيفة. يتحدد الأحد بطل النسخة رقم 87 لبطولة كأس مصر بين فريق الزمالك والذي فاز باللقب من قبل نحو 26 مرة، وفريق بيراميدز الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية. المزيد في سياق العرض التالي. حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على ناظره الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين في هامبورغ ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الهولندي لست نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب أيرلندا الشمالية. يلتقي منتخب البرتغال مع ضيفه منتخب صربيا اليوم في تصفيات يورو 2020، واستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات بتعادلين على أرضه مع منتخبي أوكرانيا وصربيا ليبتعد بثمان نقاط عن صدارة ترتيب المجموعة الثانية والتي يحتلها المنتخب الأوكراني.
تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الكولومبي بهدفين لكل منهما في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة. وشهد اللقاء تألق البرازيلي نيمار الذي سجل هدفا وصنع آخر بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، بينما غاب عن صفوف المنتخب الكولومبي اللاعب خامس رودريغيز بداعي الإصابة. في أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا. من حالة الطقس إلى تذكير بعناوين النشرة. الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم إرهابي على قواته جنوبي العاصمة طرابلس. البرهان يتلقى رسالة من رئيس دولة جنوب السودان بشأن المفاوضات مع الجماعات المسلحة. قوات الأمن الإيطالية تعتقل 10 أشخاص للاشتباه بتورطهم في تمويلهم لأنشطة إرهابية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.